مرحبا، كيف حالكم؟ أنا بخير، اسمي ويتني، واليوم أريد أن أتحدث عن كيف أدرس اللغات العربية. الأول درست الأبجدية العربية لأنني أريد أن أقرأ وأكتب باللغة، ثم بدأت برنامج روزيتا ستون، وأحب هذا البرنامج لأنه يستخدم صور للتعليم. أحياناً اقرأ كتب الأطفال العربية، ويمكنكم أن تجد هذه الكتب في أي لغات في هذا الموقع الإلكتروني. It's www.childrenslibrary.org. أيضاً أتعلم اللغات بالاستماع للموسيقى العربية وبمشاهدة بي بي سي العربية. أيضا صديقتي إنها تتحدث باللغة العربية لأنها من المغرب، وهي تدرس لي مرة واحدة كل أسبوع. أوكي، قلت لكم عن كيف أدرس اللغة العربية، والآن بحاجة مساعدتكم. يرجى تصحيح جملي والكلمات، وأيضا هل فهمتم اللغة العربية جيدة اليوم؟ أشكركم لمساعدتكم، ومع السلامة.